السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم في ميكرو طنجاوي. موضوع اليوم، كيفاش دوزتي 2023؟ كيفاش دوزتي 2023؟ دوزت 2023 كنفتش على شي واحد اداني رجلي. فين هذاك؟ شمن موطع؟ في اداني بالله والبحر. دابا كتبقاش عليه بلي مكاد. دابا كنفتش عليه بلي مكاد. عاد جبر. لا تهلا. غريب العاد. السلام عليكم. السلام خي ابراهيم، تبارك الله عليك، نهار كبير هذا ملي شفناك. ترى نهار كبير هذا ملي شفتك وغنسقسك على 2023 كيفاش دوزتي. خي ابراهيم 2023 صراحه هذا الله ما كاينش اللي يقول لك دوزتها بخير، يعني كلشي عانى، الاسعار غاليه، الخضره غاليه، الخدمه قليله، التجاره هنا كتشوف بنادم كيتقاتل مع الوقت، يعني لا جبتي باش تصرف اليومي راه هذاك هو بارك، اما باش تقول تخبى شي حاجه راه ما كايناش. كنطلبوا من زعما هاد المسؤولين وهاد الناس اللي مسؤولين لينا والدولة، شوفوا لنا شي حل للمواطن. خضرة غالية، معيشة غالية، كرا غالي. أنا صراحة بنادم كي التجارة كانت واحد الوقت بنادم كيدي بركة، دابا حاليا حركة تكافى، إلا تكافى مع دار النيور ديالو باش ياكل ويشرب ويخلص كرا وما والدورة ما تقولها حتى شي واحد. وكنطلبوا في 2024 إن شاء الله يكون شي تغيير، يعني بنادم يعني مواطن يشوف شناهو الدرويش كيفاش كيعيش، قربوا الدرويش ما يشوفوش غير راسهم هما اللي عندهم فلوس، كاين الدرويش بوبراني راه الخبزة ما كيكسبهاش، باش يسعى الصورة ما عندوش. هما كيقول لك لا 20 درهم في النار راه تقدك، شتقدك 20 درهم ما تجيبش حتى كيلو البطاطا حاليا. وكنطلبوا زعما مسؤولين يشوفوا لنا شي حل، وانت كما كتشوفها كنقايلوا التجاره حلالا طيبا، باش كيدي لك جوج دراهم ديالو حلالا طيبا. شنو كتبعنا هنايا اليوم؟ عندنا الكسوه، عندنا الريبيكا، عندنا الانصوب، عندنا الجيلي اللي كيشوفني مرحبا بي، انا بلاصه ديالي قدام مختبر اللي بغى تعاون مع الدرويش حلالا طيبا كنستهلك. كنسترزق الله اللي بغات تجيني عندي مرحبا بها، عندي شي حاجه هكا. الثمن شحال عام؟ ثمن مناسب 100 درهم، سلعه 200 درهم، 250 درهم، 150 درهم، كامله 100 درهم. انتم راه كتشوفوا الدرويش كياكل مع بعضيه، كلشي كياكل الخبز، حنايا كنقنعوا باش ما عطى الله. امين. انا الجاره حلالا طيب، انا 100 درهم ثمن الجمله. كنحوقوا عليك بالله. وكنشكرك بزاف اخي ابراهيم اللي كتسكر الدراويش وتجي وتشوفهم كيفاش عاملين، شكرا بزاف ونهار كبير هذا اللي شفناك اخي ابراهيم. في 2024 شنو البروغرام عامل اخي محمد؟ بحال شي بروغرام زعما شي حاجه كتمناها في 2024 غادي توصل الله ولا العمره ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ديالك والوالده ولا ابا؟ انا والوالده والزوجه ان شاء الله. ان شاء الله ندي معايا هذا ان شاء الله كتكوتات. لا خليكم ديما مرحبا بك ابراهيم. خي اشرف تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي ابراهيم. خي اشرف، الى قلت لك 2023 احسن حاجه دوزتيه، واش غنقول لك اخي ابراهيم؟ 2023 ضاخ ما فهمتش، بنادم ميسر الحمد لله، مع العشرين هنايا الضحك والنشاط والعالم طحان ودردق الحياه ماشيه مستمره. قلت لك شفتك 2024 كيفاش كتسنى هذه 2024 اخي ابراهيم؟ ما كرهناش يعاود دوسه هي بحال 2023 منوره ومضخمه والحياه مستمره ودائما ضحكانين ونشطانين والحمد لله. هذه هي الحياه اللي كنبغيوها اخي ابراهيم، شي حاجه اخرى خاصو شي لعيبه الانسان. احنا هنايا شنو كتسمع هنا؟ كلشي بانطوفات صغارين، تناكر، سيكان، كارطا، اللي بغيت باشر. 2023 دوزها هو غير هنا. خي كريم تبارك الله. الله يرحم بابك خي ابراهيم. إلا قلت لك خي كريم أحسن حاجة دوزتيها في 2023. حتى حاجة خي ابراهيم، دازت كحلة أنت. كاملة دازت كحلة أخا والله، إلا الحروب معاهم والساس. والله إلا كحلة دازت معاهم الصحراء قحل. إلا قلت لك في 2024 شنو كتمنى إن شاء الله؟ 2024 إن شاء الله تدوز مزيانة إن شاء الله الحمد لله، باقي أنتينا كتشوف. ان شاء الله تدوز مزيان. كريم 2023 كيفاش كتسمنى تزكوز؟ ان شاء الله الخوي ديالي تمنى هذاك اللاعب كوره كدا. شنو كوره؟ شمن لاعب؟ كوره كوره زعما موقف انا نرجع شمن لاعبي شي في المستقبل ان شاء الله. ديال الامنيه ديالك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي بعزك. خي داوود تبارك الله. اللهم بارك، الله يرحم والديك. خي داوود، لا قلت لك احسن حاجه دوزتيها في 2023. حتى حاجه اخي ابراهيم في الحقيقه ظل هادي تبع هادي، الله يحفظ اخاوه. نتمنوا 2024 يكون شيخ. حاجه مزيونه اللي كتسمنى دوزها في 2024؟ 2024 ما كرهناش نشوفوا البلاد كتزدهر وكذا فهمتي، يكون شويه اقتصاد يتحرك شويه وكذا، وراك مطمس شويه شويه، عاوز شويه نشع وشويه نكرشك وماشي كلشي نطمس فهمتي. كنتمنوا بعدا نشوفوا شي حاجه، هادشي اللي كنتمنوا، حنا ما كنتمناو حتى حاجه. تبارك الله عليك يا حبيبي. شنو كتلبسين هنا؟ انا مانتيلي جميع انواع المانتيلات. شحال كتلبس مانتيل؟ وكل حاجه والثمن كاينه 35 20 10
الدرويش عنده اللي عنده يجي واللي ما عندوش يعاود يجي. المهم حارب بطاله معاك. الحمد لله الحمد لله ولله الحمد. تبارك الله عليك. هادشي اللي كان. الله يحفظك اخي خيداوي. تحيات. الله يحفظك. إلا قلت لك أحسن حاجة دوزتيها في 2023. ما كاينش المهم مزيانة ما كايناش كاينه. واخا تقدر تقول لي أكفس حاجة دوزتيها. أكفس حاجة الخاو ديالي هي ديك الهز الأرضية خصنا المغاربة توفوا ببرانينا قوة حاجة كاينة ولا ما كاينه. شنو باقي يا خي ابراهيم شي حاجه 2024 انت واش كتسنى تقول ان شاء الله؟ انا واخا ابراهيم من الله عز وجل اللي سخر علينا هاد السنه هادي بشي خير الخاو ديالي وبشي رزق ان شاء الله وباش فهمتي كيفاش باش متمنينا اخي ابراهيم. عماد 2023 كيفاش دوزتيه؟ الحمد لله مزيان الحمد لله كل شيء مزيان. شي حاجه دوزتيها في 2023 وما عجبتكش؟ واش غنقول لك شوف هاد الكمال هاد الخانه هذا فيما كنشوف الصباح كنجي نقول السلام عليكم لا والو كيجي خوني انا خارج السلعه ما كيهضر مع حتى شي واحد صافي. و 2024 كيفاش كتمنى كيفاش كتمنى تدخل هنا؟ نتمنى نخوض هاد الارض السعيده على الزعما؟ ما اش كيما يدار في هاد البلاد والخدمه خدام 100 درهم شهر واخا خدامين ما اصبح مرحله دوزت ديال القهوه ايوا يا طلعنا للحبس واحد 8 شهور للحبس بلا تفرشات. علاش شنو وقع لك هنا؟ انا واحد مقدم وصل حصلت تفاهم وقعنا الحمد لله جالس العقيده الحمد لله بخير مزيان. التجربه ديالك اللي دوزتيها فيك 8 شهور؟ لا من هذا شويه المهم في الاول قاصحه شويه في الاول في الاخر الحمد لله جات مزيان. يعني الانسان في الاول تسرع سي كاسر؟ تسرع شويه ولكن الحمد لله الامور دازت مزيان. الحمد لله مزيان اخي ابراهيم الحمد لله تبارك الله. ولا قلت لك شي حاجه دوزتيها في 2023 وما عجبتكش؟ شنو نقول لك هي الحرب على خوتنا المسلمين في فلسطين اخي هادشي ما كان. الله ينصرهم. امين الله ينصرهم ويخذ الاعداء المسلمين هادشي ما كان اخي. وان شاء الله 2024 على باب كيفاش كتسمنى 2024 كيفاش غتلاقاها؟ وشنو نقول لك؟ ان شاء الله اذا طولنا الله في العمر ان شاء الله نجوزوها مزيان ان شاء الله والله ينصر خوتنا وهادشي ما كان اخي ابراهيم. تبارك الله عليك اخي. الله يبارك فيك السي ابراهيم. وكان هذه هي نهايه الفيديو وانتم كيفاش دوزتوا 2023؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.